السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نتعرف على أفضل الامتداد لتصدير مخططات الأوتوكاد كصورة إلى برنامج الوورد والإكسل. الامتداد الذي سنقوم بتصدير لتصديره هو WMF، معناه ويندوز ميتا فايل. أوكي، هذا هو المخطط الذي نقوم بتصديره. نضغط مرتين على المخطط حتى يتم توسيطه. الآن نأتي إلى شريط المهام، نقوم بإدخال الأمر WMF انتر، تظهر هذه النافذة. نقوم بحفظ المخطط على سطح المكتب تحت اسم بلانت فونداسيون، ولا ننسى هنا الامتداد WMF. سيف، نختار المخطط انتر، نذهب الى سطح المكتب، نلاحظ تم تصدير هذه الصورة تحت امتداد WMF. نذهب الى برنامج الوورد، انا استخدم نسخة 2013. نقوم بفتح ملف جديد، ناتي الى انسرسيون، نختار ايماج، نذهب الى سطح المكتب، نقوم بادراج الصور التي قمنا بتصديرها، انسيري، نقوم بتكبيرها بالسحب هنا مع الضغط على شيفت. اوكي، الان نقوم بتوسيطها من هنا بوزيسيون، نختار توسيط الى الاعلى. اوكي، هذه هي الصورة التي قمنا بتصديرها. اوكي، يعني الصورة واضحة جدا في برنامج الوورد. اوكي، يعني نفس الشيء الذي قمنا به في برنامج الوورد يمكن القيام به في برنامج الاكسل. الان نقوم بتصدير جزء فقط من المخطط، نذهب الى برنامج الاوتوكاد، نختار مثلا اي جزء، هذا الجزء مثلا. اوكي، نقوم بادخال الامر WMF انتر، سطح المكتب، بلانت فونداسيون نسمي رقم 2، لا ننسى الامتداد WMF. سيف، نختار مثلا هذا الجزء. اوكي، نلاحظ تم اختيار حتى هذه الاجزاء لانها ليست منفصله. اوكي، انتر، نذهب الى سطح المكتب، هذا هو المخطط، بلانت فونداسيون رقم 2. نذهب الى برنامج الوورد، انسيرسيون، نختار ايماج، بلانت فونداسيون رقم 2، انسيري، نقوم بالسحب من هنا مع الضغط على شيفت، نقوم بتوسيطها بوزيسيون، توسيط الى الاعلى. اوكي، نلاحظ الصورة ظهرت بجودة عالية على البرنامج. يعني هذه العملية يحتاجها خاصة من يريد ادماج مخططاتهم في المذكرات او في البحوث. باختصار هذا هو الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.